مركز الواردات في وزارة المالية انطلقت مسيرة حراك طلعت ريحتكم إلى مصرف لبنان، حيث قام المتظاهرون بطلاء الطريق المؤدية إليه بهدف إرشاد الحكومة إلى المكان الذي يفتح فيه حساب أموال البلديات على حد قولهم. جينا لنقول أنه أهم مطلبنا هو تحرير أموال البلديات بخلال فتح حساب خاص لصندوق البلدي المستقل بمصرف لبنان. هيدي المراسيم بتضمن أنه يكون الخطة انتقالية، نضمن أنه يكون في فرز بالمصدر، نضمن أنه البلديات بتحصل على أموالها، ونضمن أنه يكون في خطة آلية ومحاسبة لكل الفاسدين اللي تعاقبوا على هذا الملف. وخلال الاعتصام قام الناشط في الحراك أسعد ذبيان بكتابة عبارات مسيئة على العلم اللبناني المخطط على حائط وزارة الداخلية، ما استدعى توقيفه بناء على إشارة القضاء المختص بجرم تحقير العلم اللبناني بحسب ما جاء في بيان قوى الأمن الداخلي. وعلى الإثر توجه المعتصمون إلى أمام وزارة الداخلية وقطعوا الطريق لقرابة الساعتين مطالبين بالإفراج عن ذبيان الذي أوقف في مخفر زاء البلاط. أسعد ذبيان لما اعتقلوش وكان عم يعمل؟ أسعد ذبيان كان عم يكتب على العلم اللبناني، بينما هن دنسوا لبنان ونجسوا لبنان وشوهوا سمعة لبنان قدام العالم كله، هيدون ما بدهم يتحاسبوا. مفاوضات عدة أجراها قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي والمعتصمين أكد خلالها ضرورة الالتزام بمعايير التظاهر وفق القوانين المرعية الإجراء، ومجددا التأكيد أن القوى الأمنية من الشعب وللشعب ولحمايته. استمرت المفاوضات لحد ما تم الافراج عن اسعد، حكيت معه تليفون طمنت انه هو ظهر، وطلبنا الناس تفتح الطريق وتتوجه لبيوتها خلاص. ظهر بناء على شو؟ وقع على سند اقامه وطلع. وخلال الاعتصام امام الداخليه وقع اشكال بين المتظاهرين سرعان ما فض. وبعد إبلاغ المتظاهرين بالإفراج عن ذبيان فتحت الطريق. خطوات أخرى تصعيدية من المقرر أن تقام يوم غد الأربعاء، وهي تحمل طابع المفاجأة، وذلك في إطار المطالبة المستمرة بحل أزمة النفايات. من أمام وزارة الداخلية رشا الحلبي، تلفزيون مستقبل.